نهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ببعد لفت سامنتات سل فتح مكة انديت على القول محمد ودى مكة هي تقواز من دال لنا قريش وش كالاتشون بمعطفات شو بكالاتشون بمعفرصات شو مكينيات نبي محمد صلى الله عليه وسلم وده أصل شيء متاجع سرائي تيزو وده مكة أية انكسار كسمونون النا بزي ما لي ألوتن تاريكو تيايين وده مترشا كبابي أبو سفيان وده نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعليه زندمتو عندزيوم عباس بن عبد المطلب يا نبي يعقود يسلم بطن هدات بمنعنة نيت عباس أبو سفيان نيزود بميعرفو بسات بي مسلم سرائيت يساتو ينبرون بطلعي كسيدنا عمر قاي ينبرات شوهم هني تاوج آيتانات كذبوها لا نبي محمد صلى الله عليه وسلم سراويتا شوه لمكة اندين كساكس تئزاز مستطا شوهنا يسراويتون آكمنا زججيت أبو سوفيان اندياي مادرقا شوه يام راسوني چالتك من دالو عباس أبو سوفيان ينزو يمسيمو سراويت بميت تلالفت بتمنجر لي هونو عندي مادرقا تشون السون ايتن نبرا ياقومنو بزي ماهان عندان يتكسطو هيداتو تشن ايتن طيب كذيبو هالا قريش تباغت زحف الجيش الإسلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا كهيدوا هذا. ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان ومضى قال له العباس أن جاء إلى قومك. نبي محمد صلى الله عليه وسلم سراويت أتشوني زو كالفوا بهذا الساتشو غاية نبرون سراويت بمياي بساعتنا أبو سفيان بطعام يتقرمون نا من عين التورنبلو يمسكرون نا يتفلقون نقر سلة ساكا عباس من عروت كسرائيتو بفيت كلمة وقنو تشهن درسنا عدناتش وعروت ياو هي دو قبتو اهون يمسلمو سرائيت ودمكة بمي قبابت ساعات ما هاللاي ما دناكف ما استقابل بموكرو اندم ما يشلو توقن سلزي انو واقالن انكرا كرالن بيلو يميدر سباتشو كيسانا كبار سلوهونا يعني دقمو مهونو من امتكم سلالين لو إهنن قدم بلو أبو سفيان قرتو هزباتشون اندياستان اكاقونا ينبي محمد صلوات الله وسلامه عليه يمسلم سراويت بمي قباب بتساعد من امينات ما دناكف اندايا درقو اندياستان اكاقو ولا مالتنو ان أبو سفيان ايتو طاليان سراويت فأسرع أبو سفيان حتى دخل مكة وصرخ بأعلى صوت يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمين. أبو سفيان بفتت كزات كسنا فأسرع مكة قبو كسرايته كلمه أن دمساتهم كفا درقو تشوهو يا معشر قريش ان انت قريش هو يا رواتو كفي اللي فيتاتو يمتاو يالو يا محمد سراويت نو منم لتكوا قاموتنا لتكراكبوت يماتچلوتن هايل نو يزو يمتا سلازي لمقافت اندات موكرو نو دايون يا الي بيت ابو سفيان بيت يجبا سلام نو منم ماينت شجر ايدر سبتن فهو امين سازي ودني بيت جبو كميمة أو تشجر تتطبق على تشو على أن فقامت لي زوجته هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت ندوس ما تشو نيزا
هند بطعم تبس هجتشنا اقتل الحميتة لك الدسم الأخمش الساقين قبها من طليعة قوم أبو سفيان عنده زك مية دربوك على توجهن بمنطقة فساد لبتشنا قطان قلتش عندي تمدي تلال محمد النصراوي تو ما نم لك لك قاقوا ما شو بما يتشل ملكو أيام تونا والناس ما بلا تشندي تندي بلو تلال بمن يا أبو سفيان عند يا أبو سفيان من الناس بعد بيتنا شو سلازي بعد النامس يتلا يا أبو ميزة ومالتنا والنا يا أبو سفيان نجر بمك عوام مالتنا عت سموت بك عمك جافت على بعينت نجر كذا أبو سفيان ويلكم مالوت ويقول لا شو تتنككو لا تغرنكم هذه من أنفسكم يسوع هيك اسكسا نجر عند طلع لا شو ندا شو ودا شو أبو سفيان هاي طلع سلزي عن سرايت مايته أن يسوج إنه أن مكر قام بينه مكر ولا مالت قام فكاد لي سطع جوال جوال مايه عندما هون يأكل كان ده كنا باري بيتون ده زابط تشوهم السنم بتسلبوه بتات سلام نسوا عيونهم الشيء يتم متناقر ونقر عند تللاتشو عند تشودو فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم به ما ناتشوم لتقافطوا بما تشيلوا بتهني تانو محمد هايلون يزو ودي مكا يقبع يالو سيزي مدانيتو كزي شقرنا مكران يسعب التونو بتر من قرنا ماسر أنا فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمين أبي سفيان بيت يقبع آمين نوال أبي سفيان راسه بيت مالتنا قالوا قاتلك الله وما تغني عنا دارك الله يقدر لنا دمان الله يدفع يا أبي سفيان إنك قر على الجدول لتهم مالتنا من يانت بيت من اللي تتكمنه يا ولو سيما كاسو أبي سفيان بيلي قبائي تشيلي مالت وما تغني عنا دارك من يتكمن علي أنت بيت قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمين أبي سفيان سراو أنه ميسابوت مالتنا أبيتو قبتو قول له فوق التعلم سلام عينو سلام له معلم قبتو عم قبتو عدقا مياد السبت يلم سلزي وي ولا بيتا تشو قبو ومن دخل المسجد فهو آمين ودى مسجد يقبا ودى حرم ودى مسجد حرام يقبا سو سلام عينو كذاو تشغن في الله في تويتش لاي تعتقو اكاوة مالو يالاقن ويقول لا اتنو اذن ويني بيت قبو وي بيت عجو يقبات شو برات شو زكتات شو قد شغلو وي دقمو لمسجد الحرام هيلو يميل تئزاز فتفرق الناس الى دورهم والى المسجد ولو بدي يبيتو ولمسجد تبتاتنو كذا وبثوا عباشا له وقالوا نقدم هؤلاء فإن كان من قريش شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا يهون يا زكاة جوتشو أو باشوتش سراويتو عن لاتشو أن أنسون ياو في دعرة ما أدريك مالتنا أن زي نسويتش في اللفيت أن قافت أتشو أن بتاتنا يا نبي محمد سيقابون دي كاوهم مالتنا أراز أتشو أن تربكو أن እነዚህን ቅድሚያ ወደፊት እናስኪዳቸውና ከነቢ መሐመድ ጋር ከሰራዊቱ ጋር ተጋጅተው የሆነ ነገር ካገኙ ማለት ኃይል ካመጡና ሚዛኑ ለኛ የሚደፋ ከሆነ እኛ ከነሱ ጋር እንቀላቀላለን አየህ ወዳዘ ነበር ወለተይል ማለት ነው ነገር ግን ካልሆነ ያው እንደተባለው ወደ የቤታችን ወደ ተሰጠን አማራጭ እንሄዳለን وإن أصيب أعطينا الذي سئلنا أو نزي سويتشن عندي قافط يعذر لك ناتشو سويتشن غير كذا الرسل باتشو كتبو دو مكواقو عم كان آتاتشو أن يا يتطيقنا النقر الناظر قال لنا يتطيقت من دنو وعبي سفيان بيت مقباد ويبيتو تشاتشو بيبتو براتشو نزكتو مكمت ويحارم مقباد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سراويت وده مكة بدل أدراجي من السيقابة إياه سلام عليكم معرفة فتاة
الله عندي عينتون سراويت يا سيد. أمين. طيب كذا فتجمع سفهاء قريش وأخفاؤها مع إكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو بالخندمة ليقاتلوا المسلمين. نقر يا القبات شو ما قلنا زبيال شارد سفهاء سفهاء القوم من هذا الرجو كإكرمة ابن أبي جهل صفوان ابن أمية سهيل ابن عمرو النزيه قرنة لمرو النسو قاتا كراكلو لما واقات وسنو مالتنا يا وطن عواطا أما عواطا تشبهون نقر كذا وكان فيهم رجل من بني بكر حماس بن قيس يمي بالسو كالنزيه كان إكرمة ابن جهل كصفوان ابن أمية كسهيل ابن عمرو عبروا الله قطع من بيتينهم أن كذاب فيت كان عندي قبل ذلك سلاحا مسارع ببزات يازق عجال فقالت لهم رأتوا عندك أن ميستوا من عليكو لم جنوا متازق عجال لماذا؟ طيب ما أنا أقول ما يوم مسارع تازق عجال يسير علي كما تشاهدك تدق الناس عندك بك بقلوا مالتنا أن قال لمحمد وأصحابه محمد إنه قد ينجون ياهو قريسي كميمتهم كهونا ويزام هنا نسل ما تكيانا وعلت والله يا رجو ما يقوم لمحمد وأصحابه ما يقوم لمحمد وأصحابه شيء لو أتمكروا محمد إن عبروت يا الأصحاب تشون ليقوم أتشو يمي تشلنا قريه ما رجو اللي بتاتشو قوموا لقافة من تشلنا قريه ما لما نينياهم أموكرا اللي يتوصنون انقوان قدات ما أدرس كيشار قادة يتوصنون متى متى ياو عندنا راسه أنت نساتا انقلي ميستونم جاقناه مسلم لنطيت يوني يونات بچان دين دينات راسو راسو انقوان بچاو مكواقا من دين بچل اندو سرايت انقوان باي قفت يونا درشايني توتيتش تنش انقوان قدات سارا درسم مال مدرس مال نون ديارتش كذا يونو قد موشين قد أمنا بكا ودو على عند المايل يونا تناقرت كذا فكان هذا الرجل في من اجتمعوا في الخندمة كذا أن إكرمة ابن أبي جهل كتسبسبوا بات جروب بقى يا نبي صلى الله عليه وسلم سرعت لما واقعت كاكدوت جروب وستنبرا يسو كذا سبسبوا است نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أما رسول الله فمضى حتى انتهى إلى ذي توامي بال بوتاس كيدرسو تقوازو أن وكان يضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح الله لزيه جيل لزيه سكيت يا بكاتشون جيتا لما مسجن عن قطاتشون عكر كرون برا ولا مكان محمد يمي برز انا بلون كوان اي ومن برا الله مكان بالتا سبق يزي يمي ودوتن هاجر لإسلام سيلو لا إله إلا الله بما لتاتشو ممكن يتمتع من المنجل سينو راتشو يتبار ربتن هاجر ككل بامتات بفيت قريشو تشو زو مدينة درس يهيلو مكمج عاسين سواتشو ينبرون هنيتا تستاوسنا بزي فتنة الله عندي عينتون دل عدراجي نت سمي السيسة بعد ترجيزي عصر شي ودى عصر شي يمي كتر سراويت بس هاتشو از سر ايازو بدل عدراجي نت ودى مكة سيقابو اندلي نوچو مريوش دلت هاتشو رينفو محمد صلى الله عليه وسلم انا مرال اندو برو منا من توز انا بلوم قانا يوم نبرا عنقت هاتشو دفتو نبرا حتى لحياتشو سقيماتشو ازا يتقمت قبتن كوريتشا يفرساتشو ازا يتقمت اجمالوا السنين كان ببرا عندي زك كمالتاتشو يتنسى بتعم زك كمالتاتشو يتنسى كذابوا هالا نبي محمد صلى الله عليه وسلم هناك وزع جيشا سرايتاتشو بتاتنو تكفاف فلوت
أن خالد بن الوليد بكني بقول بعندني بقول عندي جبا أن عبروت كسوجا أسلم سليم غفار مزينة جهينة يمبل وقبائل من قبائل العرب يتلاعيو قوسا وتشنم بخالد بن الوليد إز سراد رجو بعندك قطع عندي جبا أززود فأمر أن يدخل مكة من أسفلها بتاتشنو يمكة أقطع جاب الكل عندي جبات إزاز ستوت وقال إن أعرض لكم أحد من قريش فاحسدوهم حصدا ولما كانت جابوا بمتلو بالساعات أن أنت اللي قفت لي أقوارت أتشو يمي متى هاي الكالة اتشالو تابعنا محمد صلى الله عليه وسلم ودو هلا عندك حتى توافوني على الصفاء الزاو صفاء لي اسكن نقرين درس بس يونيتا قبو النامكة يعني تنسراويت من نقرين يتنوالوت صفاء لي عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام بقراب كل عادر قاوت المجنبة اليسرى وكان معه راية راية رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم أرمى إيزو صندق على ماون فأمره أن يدخل مكة من أعلاها بليلو بزا من أسفلها خالد بن الوليد عندي قباس يا رجل تنقري كفتا زكا تابو توجر له معلتنا بزي بزي بكفتا وبكل دقمو بلين يو بكل نا بتاتشن يو بلين يو بكل كداء بميبال بطالي الزبير بن عوام عندي قبانا وأن يغرز رايته بالحجون ميبال بطالي الزاري باندرون عندي سكل عندي تكل ولا يبرح حتى يأتي الزوب تلي هونو الساتشون عندي طبقاتشو عندي انكساكس تزاز ستو أبو عبيدة الساتشون دمو من على الرجالة والحصر وهم الذين ليس معهم سلاح الوقاية مثل الدرع مرفع بزوم مصاري يلقطقو اغرنيا سراويتن يمي غوازوتن دغمو ابو عبيده ايمرى فامره ان ياخذ بطن الوادي بشرقو محل تغوزو حتى ينصب لمكه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في ايمرى مكه عند جبا ازاز السطوت تزامن وتحركت كل كتيبة من الجيش الإسلامي على الطريقة التي كلفت الدخول منها بتعززت مسارات نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه بعززت مسارات كلهم جزون جمرة طيب فأما خالد وأصحابه فلم يلقهم أحد من المشركين إلا أناموا خالد بن الوليد لنا قصو قال له سراويت من قال له يقول نقرج يتوس انه عقاد تماتشو سي عقاد تماتشو نزاو ياستنيو اللفة كوركم مياركو معرفنو لقافة اللي واقو تنمي جل هاي لا لا كساتشو وقتل من أصحابي من المسلمين كرز بن جابر الفهري لنا خنيس بن خالد بن ربيع عم يبالو قلت صحابه اشتقدم كان قد شذ عن الجيش لبتشات شو تجنت لو بريد على تعتشاه دونه النسون كمسلم سرعت قال نبروا منا فسلك طريقا غير طريقه فقتل جميعا خالد بن الوليد كم يجاوبت يتجوزوا كان لبت منجد كزمان قد عفن قد أو بريد عمن قد هدو ياو يطلعت هاي لعجنياتو ولتونا قدروا وأما سفهاء قريش فلقيهم خالد وأصحابه بالخندمة فناوشوهم شيئا من قتال عندنا نقدم نقرأ مردات يالجا لسفهاء النزا سواج تنش كخالد مولدنا كساتش السراوي تقا تقنن وأما سفهاء قريش فلقيهم خالد وأصحابه بالخندمة من بالبوتاليتا قنان كذا تنش مكرار الربو يا مواقات
فأصابوا من المشركين 12 رجلا عصروا للسوج كمشركوتشو لقافة قيمتوت تقدلونا فنهزم المشركون ألقوا من مشركوتور بس نات مكو مالتالم تشنف وانهزم حماس بن قيس حماس بن قيس لميستو قال يقبهم سو يزيوس طالة تشنف الذي كان يهدي السلاح لقتال المسلمين حتى دخل بيت مسلم وشن لما واقعت مستارهم بدن بعض القسيان زقاد جنبرو حماس بن قيس يوهالا فرتطو بيتو قبه فقال لامرأتي أغلقي علي بابي طلبي طلبي برون زكيو على فلميس فقالت وأين ما كنت تقول يا أولو زانشا يا أولو جاكن النت يا أولو أنت النت يتفا عليكو سيتو تلمو كوندي كاغن يوبا جاكنا جاكنا يسار الله شو نانتن كنشارة قوي كذا وانا جاكنا نمتر ما يونو مكو قبتهم زم بروزي يوم تقولوا بي كل فيو حماس يا ذاك عملوا جاكنا النت يا عملوا مستانة من عركو قدتنا إنك لو شهدت يوم الخندمة الزاعة خندمة لا يعلوم قدي بايش إذ فر صفوان وفر إكرمة مريو تشاتشو صفوان إنا إكرمة سيشاشو سيعملتو سيروتو بالتاي واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يمسلمو تور بسيف سكرا بلن يقطعنا كل سائد وجمجمة عنقت عنقتني يبتأس سيترو بالتاي ضربا فلا يسمع إلا غمغمة لهم نهيت خلفنا وهمهمة أمي سمو بكا يمسارو دمتنو سيمتو سيترو لنا نجري لم سيفو تسين شاكو سيتو لم تنطق في اللوم أدنى كلمة يا أمور بتاي تنفش عطي مانش الملك ها أنا مونيش مفلقي للتاس بييني نو معرفة نو هزا وين دو تشو اللو مري وچو يا ولا سي فرتتو أنت بيچا أنكم نو هزا أنا ليكم مري بس ناس شكم نو أنت من متواقع وادر مريوچو سيارت اندما يوم يوقوت سازي كتيازون ما يكرم كتغافوتون يعني كم سوتال سلازي عملتو يعني يا يسرائيتو منونو ليكم يچلا كلهم يرو تبرون مزغات نو انجي انا وريا تابجي مالتو نو وريا تابجي بودون الزابطوني نمي غواش كزا وأقبل خالد يجوس مكة حتى وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا خالد بن وليد بتعززوا تمسرت عرفوا كلهم رقتوا علفوا الزاو صف علي اسكي درسوا وطلبوا وضع شو درسوا أما الزبير زبير بن عوى فتقدم حتى نصب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحدود عند مسجد الفتح مسجد الفتح حقا قبتوا باندراون تكروا بتعززوا مترس الزاو ضرب له هناك قوم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا داسات شوين تكلوا الله شو فلم يبرح حتى جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذاتن كسر كستبران نبي محمد السجاس كيما تدرس بطال شون على لككم الزاو والشب له تأبكم الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد الحرام ويطهره من الأصنام نبي محمد ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون الأنصار بين يديه وخلفه وحوله كان محمد صلى الله عليه وسلم مهاجرته لالله دين بلو أقراتهم لك ويتسددت عند زيادك مو ودزن ودنس يسددوا باتشو دقفوا عقفوا ييازواتشو أنصاروتشو كان محمد صلى الله عليه وسلم كفيتا كوالام ككنيم كقرام كبواتشو حتى دخل المسجد والمسجد اسكي قابو درس عجبوا عجبوا هلو نبي محمد صلى الله عليه وسلم بسوابو تشاتشو بيتاجبو عند يطور مالي عند يطاتشو انا ارقو سلام طي سطوة ربنا اين ندل لسطاتشو لالله عند يطاتشو دفتو
أنا بلو مقانا يلو حيقاكم لا إله إلا الله بمانت بيتشا صلاة النساء بلو مقان سيموكرو يجمع اليمن چنقا في يامت قلات شو لأي يتعربات شو چنق الله تعالى شو ربطو وروحين توتا يقربت شي مسلين نبريار يامتو سويت سيادنوات شو عيناتشو إياجو صحابوشاتشو سي قدروا بات ينبرو بوتا سي قرفو سي سكايو ينبرو بات بوتا انداي بلو انداي تطو عذر قو لعامتات سي سكايواتشو ينبرو بات مكة يا تهلاكو يا الله بيتي اللبات بوتا لك بس زي هنيتا يودن لها قراتشو مكة رمو تلك بوتا يلونو الله بلاسة متفتنت بس دي هنا تعالى الزوم قبطوا ليوت وقاعد يدلم كذبوا هذا يمسلموا معه برسل حاقوني صحابو تشو وانتنوا لبكا لم يقبوا من قل يا الله ان بيت تقوط عطرو اسكم ترشو بمسلموا تشو اجن ديزالك مادرك امي فترون سميت هالسبوت يسلموا سويش بمرو قديتا نبرا مكام لا يكارلو الا المستضعفين كاكم براي ونوش ما قالوا له شو يفهم موت أتى على شارو كارو لا بس ندر قد يتعب برا أنا يقول له نجر كارتو عند زي سيون من أين سميت لي فترة من دم يشين ما سووا كلا نونا خيرو جا كذا فعقبل إلى الحجر الأسود ولا حجر الأسود جاء تتقو هيد ولا زاف استلم صامو ثم طاف بالبيت كذا بيت ازا كعبان طواف على الركوع في هديك او سنياو يزون البر بيت جاتشو وحول البيت وعليه 360 صنم 360 اوتاتوش بوقت نبرو كعبان كعبة وسط زوري عطاك عليه فجعل يطعنها بالقوس بزازا قاتشو نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ايان دان دون طاقوت من يقدر قوت نبرة؟ يو قوت وقع نكاس يعرى قوت من يقدر نبرة فجار يطعنها بالقوس ويقول قل جاء الحق جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق إلى لني محمد أونت ما تطاول الله ما بيتم ينت مملك سايا قارو الليت سايا شعر قوت لزيو تكبر يتسرون بنبياتو تشد يتسرون كعبا لليلا عقل قلوت نجول بباطل نبرار سلزي كزا معصداتو من دينو مالتنا حقا نو او نتمتالو نبي محمد قل جاء الحق وزاك الباطل حسة تنكتا كتا ودك عدو ان الباطل كان زهوقا حستيه باطني هنا نجر كباهريو أقم نلوت ميكوي ثباتي من نورسان يمين كوت حق كوت سنو مالت إن الباطن كان زهوقا يا الله إن قال إياك أرو جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد يالو أو نتمتع وما يبدئ الباطل وما يعيد حست من نشاو مدرشاو مالت من شامل لهم مدر شامل لهم باطل سبا وما يبدئ الباطل وما يعيد داق من داستر الرهونو ودقوا الله محمد صلى الله عليه وسلم إيا والله كذابها لا والأصنام تتساقط على وجوهها الزوست ينبروا التعوطاتوش بمولو بفيتاتو يهلو يكسكسوا جمر قلي سويتش لزمنات كتلا يوكو قوسي يتسرناتشو سويتش لزمنات قيتا بلو بيميق الزواتشو ويام مراجو تشاتشناتشو بجاتشو يسويت يسويتش عقلو ما قنازل سيابو شركو استسيقابا انا كفر استسيقابا امي سراتشو نقولش بتاما سقرر منكو ناتشو راضاتشو نمكو انا يعدين كزاني محمد وكان طواف على راحلته كنت بلو مقبغاجات شو لا يكونونو
قمراتشو لو كنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم طافي على الجيران برا محرم على اللوم محرمونه إذاني محرمونه على اللوم يجبوت مرات عمره على ما درج على اللوم فاقتصر على الطواف طاف بتشا على الربو كذا كجرس بقى فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة عثمان بن طلحة يمي بارسو نبرو أستاذ عثمان بن طلحة من بارسو يا كبفتم جمر ببيت سو تشاتشو يا كعبان قلف يمي زنا حجاجوشن يمي خدمو ناتشو تلك سلطان فأخذ منه مفتاح الكعبة يا كعبان قلف تكبرت النبي محمد فأمر بها عززو ففتحت كفت الله عندي كفت عززو الناتا كفت فدخلها كذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبو فرأى فيها الصور لك كعبة وسي قبو بزو سئلا سئلو اتشارلو سوو اتشزم بلو براسا اتشو وهم زمرو كنتو ترتا يسارو اتشو من عنا مصرو اتشارلو ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام يا إبراهيم النا يا إسماعيل فوتو على بنسو بمت سكلو على مالتنا يستقسماني بالأزلام إيه إتا إيه يجد من أمن يالو تنقلا يا أزلام أمي تكام بتن أنت إذا وعدنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم منارو نبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني نسيعي منارو إسماعيل قاتلهم الله الله نزين مشركوج الله يدفع تشاونا نزين متفصوش ناتشو قالونا والله ما استقسم بها قط إبراهيم إسماعيل النزين نبياتوش بفصهم إيه قد يتبع لميت تطر يأجل يتنقلع زنگ جو چاچو لای من مال نبرات چو مالو نسو تایی تبا بارو لکه ابراهیم نه اسماعیل نو یارو نسو لگو دیا چو تامیت تا فرو بتا لیونا ایونا یم اساس سرو تون قرآنی سرو بات نه ابراهیم نه اسماعیل ان دیاینا تون نگر بفسو مالا در رو مالو ازا فراء فی الكعبة حمامة من عیدان ازا استدرگ مو که انچا تتسر رو ایه مصروچ حمامات وی ارگیبی وفی من ایم اساس سرو مصروچن آیو نبی محمد صلی الله علیه و سلم کسر آبیه دیه بجاتشو صبر و طاعت و آمر به صور فمحیط کذا زلی کعبا زور علی یتدرب روتن سئلا سئلوچ مصروچن بمرو تئزاز سطونا اندی وجدو علی رجو کذا نبی محمد صلی الله علیه ثم اغلق علیه الباب و استجبنا برن زبود وعلى أسامة وبلال كعبا وسطو لاي ماننا منالو أسامة عنا بلال أسامة بن زيد يزيد بن حارثة باريا تقولو يتشوتو يستاج شوليج زيد بن حارثة مجين يتسووت كذي وفي تايتانا يموتازة مجاري بلال بن رباح لإسلام سبال يكفلوت المسوات النت أمية بن خلف عقل جاي ينبرو يا ولو جلا أحد أحد يال بطلع رصاي قوات مية كانوا باتشوا هسانات من عام نصفها أيده بدبواتشوا أحد 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 سير ينبرو بلال نزيل تسوي تنيزو كعبة وسطو جبتو زبط ثم بلا تواصلوا إيه تلك شرفنا كم أنا سويت إيه إن كبر يا جنود قريش أيدلو ويبقام تاواك انتروتشونا يدلو نقدر قل لإسلام سيلو يكفلو تمسوعة النت إيهن درجة يسطات شوى الله زند سويت بسرات شوى انجي كفهم زكا مميلو باقودات شوى ويباقوان قوات شوى ويبامان النتات شوى هيدا دا قل سنال سورة زي اقرام قرينينا من دلناو بيهن كذا فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب ودبر عقطة عيال لون قرقدة ودسو تقطع جنة نبي محمد حتى إذا كان بينه وبينه ثلاثة أبرق سوست وقف سوست
سنزر يهال سيكر قوم نبي محمد بقر قدرنا بس عجو مكاك بفي لفيد وجعل عمودين عن يميني هولت وسطو لأي ينبرو مساسوش بس تكن يعجو عرقو وعمودين عن يساري عند سرمو بس تكراتشو وثلاثة أعمدة وراء سوست دقمو كوهالاتشو وكان البيت يومئذين على ستة أعمدة إذاني كعبة تقنبتو ينبرو بس الدست أعمدة وشو نبرو ثم صلى هناك نبي محمد صلى الله عليه وسلم الزاوست صلاة هاتشوهم سجلوا ثم دار في البيت وسط انزورت نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكبر في نواحيه زوري أولاي الله أكبر إيان وزورت الله أنت لك أنتون إياوسو دسين بزو مكاننا تنقل بدرس بهم أنت تراثر يا تشكر مكان من السابت جيزي ينور سو يقول لي حق من قال لي مون انت كذي كذي كو بزو نغير من ما قال من يتنيا عقم يرلو بيمسل حق هو اللي ما شنا فينا مسيو لاي بتلاي وتعالى يمدر سو تشكر مكرا منامن يزول سيزول حتى تراتر يطفى حق يبلاي هو نو يتايبت كان يمطر أهم شيء وأن نورته من يهز حق لي بس نات ما كونه إنجي حق كأنيم كجرا مشوت بينور بينكسوت بيوتشكوت من بينوت بيوتتوت هيريدو حق حقنا أنت اللي تسوات تلالة لكن كن كانت ولا بانت جن بانت بس وقت النت حقه يا برا ليروتشن كتشل ما يميوا قبض جيزيان جاء الحق وزهق الباطل من داود. أي محمد يقول له سيدة بده يقول له هذا قاس جرس باتشو بطلو يا ترساتشو سي سبت اقراتشو سي دما سي رابو ايه ده قريمة عالبلو اي قمتو مار قريشوش تزي ساتشو لم تكتاو تشاتشو لم ان دمي اطفور قطن يوش نبرو قل يعني قل هنا الله بفلق قبل ساعات من هنا حق يبرا يهونو عشنفو مد أنا يزاني الله أن يوم يود بسوط نبي محمد لا الله مزقان سنقره ووحد الله الله بيتشن يامهون المسكر الزوست ثم فتح الباب كذا برون كفتت وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينتظرون ماذا يصنع يا ولو قف يا ولو مكرا كهاجر يعبر رواتشو يجرف رواتشو من يارو عنده يراس هاتشو نكون سرتو من دايبلو إذا شعب بس لسنا متى سياس رواتشو مجيب من دايدر سلاتشو كلي لام سوغا نجد من داي نجدو من داي لو أوتو لراس نكون يزويدو مجيب من داي سلاتشو عواجا وجو كأن نسو ما ننم لا يعجبو كأن نسو قامن ما برا يوت من داي مسرتو برو يعني هلو نجد تاولو كعبالي لتفوتنا برار يعني هلو يعد الرابو صورت يعني هلو البقاء بلو أتشو نبي محمد بتن يبال لي قلو أتشو إن سو يكال قدلنو سلام الناقي من يال عند النسومية ياسيرا طالك بإسلامي مجمرا شايدون تمنى بسعرقو أنكو يقدلو أتشو بزو مكرا يفسد مسوج عم تشنفون أنا من جن اللي تبقوا من شيوت ليلاو ما يدرجون الناك على نار كان بدل هذا لكن نتجب تسعات جبان بدل هذا سنت كيد أنتم تروا على هنا قريش وشو يعني محمد إن كفت وقعت هي تبع بكارو من جن اللي يوصلوا من شيوت يفجوا يقدروا كارو معك مال من ما رجع يشلون يتاسر ويشتو كل نجر بس ساتشو يجبتشان بكا مستانيو يمان المستاني شيرا هذا رجل قلت صح طبعا على نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه فأخذ بعضادتي الباب برون كفتنا دقفوا لي برون تنزو و
وهم تحته ساتو كف على يا برو كف على يا قريش وشو بمولو سلفي زو كتاتشو يطبق على فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم منالو لا اله الا الله وحده لا شريك له إهن المس ما تعرف لكم نبرا لا إله إلا الله تبر بنبروكم يا سلطان إن جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إن جعل سوس ما توسم سامنا من تعوتات كزام بيبيت هاتشن إن دك ألال إن دترا نقر ياسك مطراتشو تعوتاتوش جيتو تشاجاتشن إن ساوتو لمحمد عند الله أم بيتشاتا قزو يالي ربي شنال نار لا إله إلا الله وددم تلا وحده لا شريك له بتشنيا من المقاري ساينورو ببتشني النت يمي ملكة وجيتا الله بتشانه على النبي محمد صدق وعده قال كدان فسما ملا بدل أدراج النت لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا الله قال قبتون لا تشوى الله نبي بحلم ما سايتوا تشوى ولا عقلة المتاكين نا. الله يقبل لا تشوى قال كدان فالصمى الله يا الله بيتشن يا ونا جيتا من ما قاري لنونو ببتشن ينت من ملكو الله أنو قالوا لنا نبي السوم ش أقاري من الملل لو بيتشن يانو قال كدانو نمي فالصمانو صدق وعده ونصر عبده باريهونم يرد يدق فالدل اندي ادرق يا رجانو وهزم الاحزاب وحده ايه يا باطل يا كف افران ببتشنينت بتشاون يا شنفنو الله مالت منا ملكو على كل مأثرة او مال او دم فهو تحت قدمي هاتين الا صدانة البيت وسقاية الحاج قالوا لنا انت كذا بحال يعلو بقافش من دم يهون وتناقر على وقتيل الخطأ شبه العام بسة مجدال يعني قلت النقرج الصوت والعضاء والعصا ففيه الدية مغلبة كبار اندهونا تناقر مئة من الإبل أربعون منها في بطونها وأولادها في بطونها أولادها عنده بس لازم كان سويتش عند نصف يقال له دياو كبار نو ما توقف من نو يمي كفلو لزاو ماربا وشو يارك جزو يهونو نمبرو عندهم تقاطو تشنك محمد عستر ألفو غزو سر الله قيت النت كاستم عربو حالا كزا من عربو يا معشر قريش أنت قريش وشو يا عربو يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء وتعظمها بالآباء الله قد أذهب عنكم نخ إيه بدي جاهلية سلمت هي مكرارات من عمل مثل وتنقر الله كذي وهذا أسوأ قدوة هذا إيه مدينة نجي على الكراسة مثل وتعظمها بعباط وتشاتشو بمن عمل مكرارات إن جاي بلاينا نمدينة ونقر الناس من آدم الله جاهلية كريت كذي وهذا أسوأ هذا بابا وتشاتشو من عمل مقرارات من عمل مبار النقر يلم الناس من آدم آدم وآدم من تراب يسوع جوتش يتفطرون كمن دنو كآدم نارو آدم دمو يكيت في متى كآفرنا الله مسرتنا ذلك يفطروا أرونا كزمن أرو ثم تلا هذه الآية قطر يالون يا قرآن آية كرو يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أن أنت سويت يا رب الله إلى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى أن أنت سويت هوي إن يا كسيتم كوندم ماذرجن فطرناكم فطر الله وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا كتلا يغوصا نقلوشم عدر رقناتشو يهن عدر رقنبت يقري غوصا يبلا يقري غوصا يبتاج آناسا كفتن ياكو تريالك بزمنون دمي سرعو عندو رقات عندو ترقات عندي بلا عندي بتاج لمون هيدن لما
الله يتلاقي قرصا بير نجد هذا الجن يكافل لا شو يتعارفوا يا الله أنت لك إن توقعت شو عند التوقع أبتنا على الله تعارفنا أنجي يا بلال الله إنه إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله زند كنا أنت يا بني يتكبروا الله انفريات شونه الله قال بالله شو تقوى درجانه كفم زكا من متبوت على الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله يوستنم شمركم مستراتشون يمياك جيتانو عليم خبير نو الله ماني بلا اندونا ماني بتاتش اندونا ما انكفت عند المجبو يمياك جيتانو يوستاتشون مستر يمياك يميلون يا قرآن آية نبي محمد صلى الله عليه وسلم كرر الله شونا يكتر كذبوا على يالوتن فكتر بزي أن اللي دازي مركو لبي محمد صلى الله عليه وسلم مكان تقوى تطرور انقلي يكتر نزي سويتش يميلر سبات شونا نقر دقمو الله يسام من تسوي بلننا من هذا الرقم ميلون كذي بوالا بالو بزي بكتر بزي النايوالن الله يتبدلو يتغفو بطري بديناتشو مكينيات يمير رقات يهونو هزبوش بمرو الله فتحاتشون دلاتشون كرغا در قلاتشون جيزيانو ايه بدل جيف يبلا يهونو بيتايم عطا تراتر اندفين يارو يا الله تزاز سيمتا لك بما في نكاس تارقو يا عبتونا قر اندمي فاندا باطل يارو حق يمدل دمو قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا وما يبدو الباطل وما يعيد باطل هو كذا أن الله كل حق نبلا ينديوني أدرك الله إن حق من قد منك كثر يا ذرك يقف النج يبدل النج ما تشاو شا كمون الله يطبك ينسوم دقا في عقار كمون بس تتبقى الله يطبك كل يمك حق قولنكم حقا يبلا يمنا درقا الله يدرقا يا ربي حقا سكر أكبر يمي موت واندم تعبات النات بمولو الله يكبراتشو الله شهيد أدرقو يكبراتشو يقصروا يدمو تنمدقم الله شفاتشو يافتن اللاتشو يا رب اندو بتري النار لن سمار لن عالم إياي غزة لي عند مولونا لي يمي درسون قفنا بدل النار لن الله يزيه قفنا بدل مقواتهم كربي أدرقا بأن سنقوان إن يعملوا عنا أبرك نزالي لإلاء كلمة الله لمبت لحق الذين بلو ميوتكو سوج أعصازن أمي أعصازنو إن السن حق يرقت عبرو يتبابرة يمني أجابت شبوهن كساري الله كأجاب شابه الشهادر اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم اجعلنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية وارزقنا من حيث لا نحتسب واجعلنا أغنى خلقك بك وأفكر عبادك إليك اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي بلاد المسلمين أجمعين اللهم عجل لهم بالنصر والفرج يا حي يا قيوم اللهم من مات منهم فاحتسب شهيدا ومن بقي من فاقه سعيدا اللهم كن للمسلمين في كل مكان اللهم كن للمستضعفين من المسلمين يا حي يا قيوم اللهم كن لهم ومعهم اللهم انصرهم اللهم انصر من نصرهم واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم عليك بأعداء المسلمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم لغيرهم عبرة وآية يا ذا الفضل والإنعام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرولا محروما اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين